عقد في عمان اللقاء الروحي الثالث لاتحاد الرهبانيات في الأردن، تركز خلاله الحديث حول المفاهيم والأبعاد الروحية للحياة المكرسة. التفاصيل في التقرير التالي. تحت عنوان إرشادات وتوجيهات روحية للحياة المكرسة، ضم المركز اليسوعي بعمان اللقاء الروحي الثالث لاتحاد الرهبانيات الذي جمع راهبات من مختلف المؤسسات الرهبانية في الأردن، وذلك للتأمل في سر تقدمة الذات لله وعيش مسيرة الصوم المقدس بروح التجرد الكامل والتضحية، مصلين للرب الفادي الذي قدم ذاته ذبيحة حية عنا كي يصالحنا مع ذواتنا ومع الله الآب، وأن يرحمنا ويغفر خطايانا ويمنح شرقنا نعمة السلام الدائم الذي نتوق إليه. وبأجواء المحبة والفرح استهل اللقاء بكلمة للرئيسة العامة لاتحاد الرهبانيات الأخت انطوانيت مطر، رحبت فيها بجميع الأخوات الراهبات المجتمعات، كما رحبت بالأرشمندريت نادر ساهوق الذي شارك في اللقاء وقدم محاضرة روحية تحدث فيها حول حياة المكرس والعمل الرسولي وشعار اللقاء. نجتمع في هذا اليوم لنجدد تكرسنا للرب بملء الحب والإرادة، لتكون رسالتنا فعل تكريس مستمر ومنبع محبة وعطاء من خلال السعي المتواصل في طريق القداسة والكمال، كي نكون نموذجا حيا متجددا فعالا. وقدمت الأخت سيسيل حجازين سكرتيرة الاتحاد قراءة لنص رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيكي التي تتحدث حول النمو الروحي وعيش رسالة التكريس بروح الفرح والسلام، ونكون شهوداً حقيقيين للمسيح في جميع مجالات حياتنا الروحية والعملية. وفي المحاضرة التي قدمها الأرشمندريت ساوق تحدث فيها عن المفاهيم والأبعاد الروحية للحياة المكرسة وكيف تعيشه وتطبقه الراهبة في حياتها العملية، وكيف يظهر روح التكريس والتجرد بالفرح وصنع السلام الحقيقي الذي يظهر للآخرين، متبادلاً بعض الأسئلة الروحية التي طرحتها الأخوات الراهبات. إذن السلام مرتبط بالمحبة، بالهدوء، بالابتسامة، بالصبر، بالحكمة. أسس الحياة المسيحية الناجحة أو حياة الشركة، حياة الجماعة، المحبة، التفاهم، الحوار، الصفح. أربع كلمات. كان لقاء اليوم لقاء مميز، كان فيه توجيهات، إرشادات جماعية، فردية، كيف الشخص المكرس يعيش حياته بفرح، بابتسامة، بقناعة، ونستمد هاي الأمور كلها من نور المسيح حتى نعيشها في حياتنا ونطلقها للآخرين من خلال عيشنا بالحياة اليومية. اجتمعنا اليوم كوحدة الكنيسة مع بعضنا البعض من مختلف الرهبانات، كان مركز على الأعمال اللي احنا راح نعملها خلال هاي الفترة اللي هي بالصوم. صومنا هو صلاتنا، هو استعدادنا، هو عطائنا، هو محبتنا للمسيح. باسم اتحاد الرهبانات نشكر النورسات على إشرافها وإقامتها معنا نهار كامل حتى تغطي هذا النهار وتنقله. أنا اخترتكم لتنطلقوا فتثمروا. وتوج اللقاء الروحي بقداس إلهي ترأسه الأرشمندريت نادر ساوق، حيث قدمت فيه الصلوات والطلبات بعدة لغات من أجل السلام في الشرق والعالم أجمع، ومن أجل العائلات والدعوات الرهبانية والكهنوتية، ومن أجل جميع المرضى المؤمنين وكل احتياجات الكنيسة بأسرها.